أعزائنا المتابعين، أهلا ومرحبا بكم. ندعوكم إلى الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. تم الاتفاق على تأمين نقل 7000 طن من الفوسفات يوميا من الحوض المنجم إلى معامل التحويل، تخصيص قطارين يوميا لنقل الكبريت من صفاقس إلى معامل سخيرة، وقطار واحد يوميا لنقل الكبريت إلى معمل المضيلة، على أن يتم شحنه بثلاثي الفوسفات الرفيع عند الرجوع، وذلك خلال جلسة عمل التأمت بعد الظهر أمس بمقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بإشراف كل من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد ووزير النقل معز شقشوق، وبحضور الرؤساء المديرين العامين للمجمع الكيميائي التونسي وشركة فوسفات قفصة والشركة الوطنية للسكك الحديدية. شكرا للمتابعة، لا تنسوا تعليقاتكم، وإلى اللقاء.